بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشركا وأكيب وقلي طبنات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب أداب السفر وكتاب هاي طغا كيو أخلاق ذا هي أنشح اللغبة هاي سفر كي سعودالك سفر كي الدنيا هاد اللوجة واللغوة ذا كي آخر ماها إن كستو حلي كستو اللوبة هاي أدابتي أخلاق السفر كي آخر إن لقاته. باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار وحبابي هاي إن لتشعلي هاي بحيتان كمالك خميس تلبحوا لصفره أيو إن لتشعلي هاي سفرك إنو نغضو مالك خميس هرانتي إذا قيبت هوري نسك هوري. عن كعب مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج نبي الله باب حي في غزوة تبوك دولان كي تبوك السنة كي سقالات أها يوم الخميس مالين خميس النبي وبحو الصعود علي ودولان كي أبحي. وكان يحب نبي وحوش على أن يخرج يوم الخميس قررت خميس تأين وبحو مالين خميس تأين متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين رواية صحيحين كتمت أما كتشرت وحا كيمت لقل ما كان رسول الله آدي آد وحا أيرا أما دفأها يخرج نبي إنه بحو إلا في يوم الخميس مالك خميس تمالا كأهين سنين يصبت بقى نبي وسفر جرسيدة أحاديث قارقوت الشيغين لكن خميس بو نبي أبضنا وين يرد مالنا خميس كأهين إنه سعودالي سفر أبحو سفر كأما سفر عمر هالنقضة أما مد جهاد هالنقضة أما مد حج هالنقضة أما سفر كلبة هالنقضة. حديث كوحوت تري إمامك صحيحين ك لكن بخاري باورية روايات كان كعب مسلم موريه قصدا أيضا ورك حديث كواح كجرة إن لجعلي هاي صفرك إن لقد مالك خميس تاء محايا للنبي عليه الصلاة والسلام جعلا ومالك أيضا صفر قصة جعلا وحن نبي قلت جعلانا علوين يحكم بعلمات وتلمامان إن كستو النبي قصن عدينين صفر كأوص حديث خاصة كو عدين حكمي كو حكمي ذا خميس تو حكمي هاي مالمها عماشة لوكري إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله سدى سنينتا إيا خميستا مركز سفر كسي سعودال كسي نبي قحوش على هذا إن أكوها قاقو مالين كعملك إلهي لوكي إلى كوري إلى تاسي والله شيغا وحكا والله شيغا خميستو مكلا فيري مالمها أسبوع يويقا ومالين أما يسترون بحوده ومالين كالليحاد سبت أحد سنين تلاذو أربع خميس ومالين كالليحاد تردى مركز ربا كيب بحوده أيو النبي يقول مركا شعلا وأنا مال مها مال قد جنب أسبوع على الليل هذا نقول مك الله جاء وصادرت حتى إن لا يستوبه وأعماش قارق الخميس تلقو أديه أي أحاديث تلمامين سيدنا ما نقطه وما النبي يقول شعلا عليه الصلاة والسلام سفر يشرين إنك مركا سفر يسعد الربا إن ضرك لا إذا أدي إذا الخميس تكو أديستو. وعن صخر من وداعة الغامد رضي الله تعالى الصحابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحجري اللهم بارك الله وبارك لأمتي أمتي إذا في بكرة كالهادة دي شرمادي دي أي نسكهوري يأرورت أي بحيسو إله خير كأبدي ويبارك البركة وزيادة الخير أو نمو البركة وكثرتها. اللهم بارك الله وبارك وخير كأبدي لأمتي أمتي إذا في بكرة كالهادة دي نوال بمراد كالسانة أولي هاي أو كالها هاي أما قناعسي أما وحبرش أما دنك لبا أما إرساق الدونيد با الله وبركيه وخير لكل مئة بركك لكل مئة صنع ونكسا. وكان وحوها سحابي إذا بعث سرية وكان وحوها عفوا النبي قوي وحوها نبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية دو عيدا لقمرودة الدرية أو جيشا أما عيدا وين وبحين بعثهم نبي حدري جري من أول النهار مالنك نسكي سهوري قلنك هوري. وكان صخر تاجرا سحابي صخر حديثك ورينا وحوها ننقنع صدا أيوها. وكان يبعث تجارته قنعسي قيسية بدعيس وحودير جرو أو بحن جري أول النهار مالك هرانتي سنسك هوري فأثرى واتناضي وكثر ماله هنتي سنوابضتي مركو سنضع سيقول رقمي وأسوق بوريي ووحي هنتي أما سعضالي سفر ونسك ركو آديستي نبي قد عدي سبا قد عضي أو اتباع السنة أيو كفا إيدي ومركو دنبي ننه هضن أو تناضى أيو النقضي ملك سنواب طيراب داود والترمذي. وقال حديث حسن حديث حسن أوي.
حديثك مركا آد شواهد أفر بضان با كتمد باب كتل ماما يسنس كوريا كالها دارورتا إنا يبركة بضانتا يخير بضانتا مركا وإن لقود دالو سيدا الله يهلو وهي عملة أما عملة الدنيا أمد أخرى نسكور يكفي عن يهي إن مركا نسكور آن لك اللي هنا والله سيح دانا أحاديث ضعف كتير أي آد أغد دكتو قد ديري سي سيدا حديثك الصبحة تمنع الرزق أرور سيحتك يين أرورت الله كيبسده إرساقات إيو علفك إيا خيرك هور استاكتا أمد ديدا باكروا في طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح حديثك لصوحة كيمد مركز إرساقات إيا قنعسي حولي إيا أدمي هذين إيسان أكلها أكر ماذا محايا لكلها دو إيو ليل مشهد هراب تور الله بحاي بركة إيو قوليسي وإيا مركز سلف كن ونعبان شري حتى أسود حديثك واصحين لكن السلف كاكو تصاي إن ضرورة وحتى مويل وذهبين كي انتا تسويتش دا دالان تايبا مويل هودة دا أرورتيا آد لو ماتش عيلها لاسك إلاليو باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه حباب يهي شعيل كلا شعيل يهي طلب الرفقة صاحب إناد راد ستو مرد الصفر يسؤدن كلي قارنا قاقنو تدكوه اللي يهلا آد راد ستو الرفقة جمع رفيق والروحة كقول لقى كقول لقطة هي مركا كل السفر يا كل راعي يو تأميرهم رفقات سي جماعة سفر كا إن أمير كدكتان يقدومي على أنفسهم نفتو ده واحدا من ذي كمدو يطيعونه أي أضيعان يوه جان سمنه أمر كسي تلدي سأي إعلان يوح مركا وقطة لي دنتا سفر كيا مصلحة أي كتير تأه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس هذه ذاتك يعلمون وقال لها إيه من الوحدة كل صعدك يكلئها شها ما علموا حن أقها يردبات أوليه الشركة كتراء ما سر الراكب نين سفر موسى سعودين بليل هبين وحده كلي رواه البخاري يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الناس يعلمون ذاتك هذه وقال لها إيه من الوحدة كل صعدك ما أعلم وحن أقها يردبات كجر تأييو لبكو ولي حمان تيسو حمان تيدا وحدة الله سعوداي ما صار راكب نين جديد صار المؤسن سعودين بالليل هبين وحده كاليقي كي مرك اللغين أنا كابا سيداران راكبك وحن لوي لو شيغ وخرج مخرج الغالب والله شيغ وذادنا حدا ووصف مقصود أهو روح وحسان هبين كي وكا خطر بدن يهاي روح كاليقي اللغين أي مركات جديد كاليقا وتابين نمو وحيربو نافك قدد هيا عيرو مجدي أم أحمدو أم واحد رقاقي أم علام بلكتري بعض شيء شنبر ميل كبودي وحاسو نافكي كبودي هذه بكتورة يا خطر بكلنا يا إنه بهول يا هذا نقد ولا بهالسة مركل لكن روح السعودية كل يقولوا ويني وارد مع روح الجديد كسران بيقول هذا شيء جين وعيد ينقيدك وقيد مقصود والأصل في القيود أن تكون للاحتراز وحقيقة سؤالنا أصل إن وحلاقة في فني أيه أصل على الشيء سيدنا ابن قتي كلي سعودكم موناك سنة صاب كنا نبغى شيء بدونا وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب نك كلي جاي ثارين سعوت ضع شيطان وشيطان خير درذا يدب كل كل مي يوسواسك يو البهار كايستي يدب كل كل مي والراكبان لبدا جاي كسارين سعوت ضع سفر كان شيطانان والله شيطان يسوي الشدي والثلاثة صدحنا ركب جماعوي وكوح وصفر كلن يعلس وهي ركب وجمع راكب جمع راكب يعني و و وكبح يعني لبا شيطان ما هل شيطان ما و وكوح وجماعة إيه ضد نقف فربضنا اسكو فلان وراب وداود والترمذ وقال حديث عفوا والنسائي بأسانيد صحيحة حديث أبو داود الترمذ النسائي بورية أسانيد صحيحة وكورية أسانيد وحوج جمعنا شيخ طرق ذا وذاد والبطريق يسوقونه حسابية أما الرجاشة رواد الترنية وقال الترمذي حول حديث حسن سيدا الترمذي الشيخ وهي مركا وحدده موانا أكسانو كلي الروح إنه صحده إلا لضرورة والديدي كلي إنه صفرنا والديدي كلي ذو مركا موانا أكسانو وحول باكو قبصان كرا لبول با الله كل مكرتا وحباكو قسو كردي كرا هدي تيا الله كو قتما دحدا دردارا وحكا قره هلي ميسد مركا وابايلها بدن باكو جيرتا نبغون أمضى النفط وضي مالك ضوء دورية وحي خطر قلنا ينا وأجد جيا والراكبان الشيطانان اللي بذو حصارنا وجديد كان والله أيق قومان أو إسقون صدان وإكر دقاقية
ويسكو دعايان وحتى كلا قرصورة أما كلا قبتميه لهايان مركوا لبضنب يأيقونا كسوغيين والثلاثة يوحي كبضنب ركب وجماع وناكسا انت سمركوا حديث كصاب سانيت إن لتشعلي هاي إن كوحي جماعة اللغو بحو كلدا أن لتشعلي كدب حو قد بإمامك إنو شعقو أدي الذي صفر كل جماعة ذي كوحدة وضا صحوتاي إن لغو بهاي هاي قدومي إن مقعوضا وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال لبدا سحب وحيدا هذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر صدح ضي صعدالي سفر أبحان فليؤمروا هكا أمير لغين هم مقعاب قدوميها كدغين أحدهم متكوت صدح ضي متكمدا أمير هكا لغتين لبدا الروح كلنا شعب هنغني حديث حسن رواه داود بإسناد حسن حديثكم مركز شوائد فربضان حديث جابر بأسنا كوي مادة حديث عمر بأكوي مادة نبقى عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة صدح طيب بحانه بلشدي يوم مد ميشة دقنيت يباشي أي كسع دالات أيها قاسي مركز ونق يرو مسلمين وقونه وقوانه مامل يدولي أباهيهين إذا خرج ثلاثة بالنبي يليه ومفهوم عدد إنه معتبر يهم مقصود هيبان الراجحة لبها ديهن أمير لابهم هل دي أمير نقون من نفتي سوى أمير نقون هيا إذن لبنا أمير لابهن هل أمير لابهن ومرك أين نهاي صدح يوحك بلن إذن مفهوم العدد إذا خرج ثلاثة ومقصود صدح وحي كير تأمير يا أميرنا مقعودان يا قدومي اللهم صني أمر كظاهر كيسونا وأمر وجوب وحلق صرفيان لبها هيا الدلة كنت من الباب كورن با أمر كعد با كجرة جماعة من الفقهاء وأهل الحديثنا أمر كونه أمر وجوبي هي عديين صدح الروح حضي أمضى كالسعودة ليان أو السفر هيان وحواجب كوان ميت كمدة إني أمير كدكتان معايا للدولة المسلمين تا يا ما ملكي يا دقن كواكتاجين كل ود بقون أبحي مركو حيوبانين إن النظام يا ما مل صميستان فليؤمروا أحدهم إذا أنك أميرك إكادغان هيا نوعينو يهي جماعة وصعوتن نكا أوقين بدان ودلقات بدان وآقوم بدان دلك أويقان أرون ونحرس بدان حقها ودنتا إيا وحقوريدا إيا صبرك يدلقاتك يقسيغان نكا أوقواناكس إلي ليه يهي رقاني وإسكوا ذكرا ودلقاتن كرا وهو ذن كرا أساقنا وحواجب كوا باتفاق العلماء جماعة وأميرك ونغضي وضاسيدا ودنتا إيا أسهلا إيا أرون أنو كل رقمه سودا أساق الربان معها سودا أساق الربان كم معمول ما هي سيدا أيقو أي الربان شرع وانا أوسن ديدن أيقو كم معمول أيها دانتوضو إلالنا أيها أيقو دور أيها معها نين تشغر هادين هايو هادا انتو أساق وحيلي إنو أمر تاقلي الدون أيها معها لما أقلوا ممنوع مدى أيضا هادا يمرك مفهوم عدد إنك معتبر يا هاي تنقيح المراد بعلوم الحديث قصة ميين سفركو وخرج مخرج الغالب سفر هو مفهوم خرج مخرج الغالب لا يعتبر إلا ذو حوي جماعة ذوي جماعة كقوضي صدح يكبضان إن مامل النظام هوستغينوي مامل النظام إسلامي مربع هدو سنشرين أود كقوضي وكم مقانتهاي أما النظام بهجره وصنظام كو إسلامي هاي كوح والبو مسلمين وعسوتي ما دون ملكو كولانته عمل إسلامي أنا أوكل ميو شيء بنام بالله كدقي بير بها وضفشينه إني أمير سمايستان وواجب شرعية وواجب شرعية لأنه السفر كوضو معتبر يهي لبدا سفر طيبة أمير كاللو جدين لها إيه وحاوي مكا لتنقيحيو مناتك حكمك التأميرك وحاوي إن له جماعة مسلمة جماعة مسلمة صدح يكبضان عمل اسكو يمارسو هاولو كدحايسو ارين وداغيا مركان ان هوس جوغين دولت اسلام يا نظام اسلامي واحاديثي كقاتين جماعات كي دشاي مركاي دحد الدوله العثمانيه اي دحداي جماعات كي اسلامي اي دسمي ادلده اي كدسين ان اي امير سميستان اي ادهعان او كامر قاتان بو حديثو اصلو ياهي تامير كنو عاسي امير مغعابدان وا شرعي وحلقوا ديدا مجرى بل وواجب بل وواجب لكن هذا أميرك ضلك هايستاء أما مدحوينها أما حاكمك أدعى من سنتين ومسلمي هاي جماعه هو سكمه هو سمين كرتين
وباطل إذن لقوه السميه لما نقوله. لكن مركز أمن سنة إنه قال يا إنه مسلم هاي شريعتنا وخطر كويا مسلمتنا وخطر قالين أيو حقا أن أنا كورتين كرون أن مقاومين كرين كوحدة مسلمات الدين كأوديك يسيس كالمسنة جماعة دعوية أما هذه تنت سياسية أما جهادية وحي حقه له واجب كأني أمير سميسته أي كامر قادته أمير كأسرة وحلقوا داعية وحول بول قوا داعي جري خليفة عامك وحول بقى خليفة عامك أم مضناء أوليه بأصنا ليه وأن كأهين إلا يكون قرشية لو ما شرطيين قرشية انت كلا الله شرطنا ضاع مطلق أوليه في جميع المسائل إلا وحي أن معصية أهين وإذن شيغي تفصيل كالكالقلية لكالقضاء معنا بضانكم مدرسنا أمير كجماعة يطائفة داسي وحول بقى لقاء هاي مدحوينها قود أيها لغاء داعية أو وحي برنانا كم حاكر بنا معازدة نفس الشيء هذولا عاو دقاق ما إنه وإنه نصانينا ضنت الناس هكو جرتا لا ما تقدم بها سوسعتين واد داشين ملحظيق إسكاد داية سيح دا واتتحانيس اجتهاديات كئيو وحي برنان إمركا مصلحة عامة أما خاصة أن بابئينين ولغاء داعية انت سوا وداغان كليا شرط وحوينا جماعنا هاي دوله اسلاميه ان ندح جوغنو اما كسفرو اما او حاكم كافر ان قبسدو دينتا خطركو وان مغعورينا اميركا ولا ضيعيا بعديسا وحي بريسا مركو كو دحو قال نمو يي بريسا وحي كل بريسا مصالح دي يا دنت لو اغمداي لو مغعابه مركو غبو او قبان واي اللي أجد الله لها كسفر كاسوق الزوما مركل الله صنع دواب برتس جماعة الدولة ديس مركل الله صنع قضية الدولة الإسلامية اللي يمادو إماريس هل كاسكوا باب بعضي والمسعى الخفين مديس ولا ما توي وطيوم الهلي قبل قبيس الهلي ويسد يبيه وي حيو الحاجة تقدر بقدرها وضر تقدر بقدرها سيدا أفهم سفرك وإسك خرج وخرج مخرج الغالب قيدك وجماعة إن له صدح يكبدا حقا أن أنهي سن النظام الإسلامي وجوده هو استقال أنت أوي سفر بالله شيء قل يا أنفقه وكفي عينين بأكون رفاض علمه وشواء عديين برك فهم بالمسألة بانتهي صدرت تدبي السلف حديث كل رقم سنين وذات كأها عبد الله المروزي يا صاحبك أبو علي الرباطي يا وود السفري يا نينك يا كوحك ولا سعود مركي صار لو قبح المقالة دي يا نظام كإسلامي قال لقى السفر ولا فوق هذه يقول ذا دي وحيدة هذا دي وين أنه مقعاب أنه أمير ولا وذي ولا وذي وحال مقعابي أبو علي الرباطي بالي هذا أمير نوع عبد الله المروز باك الشيكيني وحوري أنت أول سعوني أميرك ونوعها صفرك أنت أنكسو نقونين وحي الله بها سقا قواني بيها صور دامي راشين ككري دارك اوقات الاب تطن كسارو هاي يقود الرايد بوري وانك قوم ميي انا وذاتك ابو علي الرباط دان امير كردقو هبينكو روب كنا هلاي انكو ميل عدلا امر انو روب نجروين نقو فريستيو ميل بان يان جرسن نقيد هوستي او حبا نقا علني ابو علي الرباط محوسمي رقبو فيرينيكو بستيرا ee ku beerta fiican iyo koor fiican aan wada ninba intuu dul istaagay oo koorkiisi madaxa saartay habeen ku dhundul taagnaa suu roob kooga ilaaliyo waa abdullah marwasiya markaas wadaadki kala xanuun soo wareeyay sheekhoobs ka fariisoo maya ilaa roob ku qaado waa ka jirinaya soo amirka ma la dhigin ha amirku waxa waajib ku ah inuu u khayr miiro raciyadiisi dadka la socda war amirka ma dhigan sa hadan moodahay kama noqon kartid bur hawshaad ii dirtay xilki wali waan haya sidaasi loo ahaa ee uu noogu adeegayay ayaan ku soo noqonay bir dib dambe inaan amirka dhigan baan go'aansaday ee sheekhu uu rafaaday wadaadku waa rafaaday asoo wal u dadaal xilkina gudo saas la doonayo marka amir noqoto inaad kaliya raaxaysato umadna aad gaajo u layso sida qoliyi tixaadka umaradoodu oo kale iska ilaali intooda umarada ka noola wadaadaha inta kala gaajo u dhamaanay reerooda ka dhaqna carruurtooda ka dhaqna ayaa ka dhaqna way ogtiin كلود ما هو أورها إسلامي كشيخ طرنا بس إذا أبدنا إلا من رحم ربه وش ميت فانتي باشو حلقي مسؤولية بالقادة هياي ضنايس ماها
لكن تنو وادنايسي ندفنتين يا إلتاي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع أنه صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة جمع صاحب، جمع صاحب صحابي يا أصحاب والغو جمعية يا صحب والغو جمعية، خير الصحابة أي خير الأصحاب صاحب ولو سعد وحاو ناكسن أربعة أفر ضد إسراع وضاء وذاقة أما حاجة وذاقة وحيس كدر صدى وضاء السعودة أفر بأو ناكسن أفرت وحيو ناكسن زي حكم بضم بالله شيقاي حق التريك هو ناكسن تاي معايا إلي هدي متكوتي على كوتي ماتو من نو قدر دارم وعضاء وصي أهنتي دا إذا دان قدر دارم هيركي قيرسي وعضاء وصي قيقا وان قدر دارم لابدا كان مخراتيال بين نقونية ننتي الله كتمة وو قريبا كتمة دردارا بكتاكي ننبو وصي أمك عابا إيو كسيزيما إيو فرين قدبي هانت دوري دعوة ننكا أوشيك تمخاتيوه أبهانتا هب الوارد انتي تي الله كتمة مليب لكو نفبعوكو حبالان ياهي هانت دي أولهانا واتوان وي دردارم يا مخاتيكوه لابو لكادي صدحيهين أمي تقلف يلادو من الله دردارمو مع صهري هال مخاتي ما يكفي ما يكفي مرك أفر طوب هولا بدن باكوتشرة متكوت هدي هوش عصلاته هل كلية ولا قبض بدو ولا بها هول قبس لقمن لبي لبها هوش وكلا جب صدى نهض وكحن وصدى صدع ذو واحد بارن كران هول بدن باقبسن كران أما الله بها قال إنها أنت دوره إلى اللية يعني واعيدا استاجيري استاكولين وحسو قبني أفر طوب مرك أساسي أول أكسنت وخير السرايا دولان ير لغمرودي عيدان ير الله ديرو وحاو واناكسن 400 أفر بقولو 400 أفر بقولو عيدان وعيدان علوسوي عيدان علوسوي أفر بقول لمن الدريمة ودان مكالاك في واير ينابين كبه قورين اياد وإسقيبن إسقيبن اياد أفر كنتنات بإسكادقة هيا قيب هورو هور بحيا قيب دان بيسا دان كبديحية ميديك ميسرية ميمانا كنتن وريكتا عيدان علوسوي ديس أفر تميانا شن بيبا نقونا إياه شن محلالي إذن كإسلام كنا شن تام ضحبه هانجري مقدمة إياه ميسرة إياه ميمنة إياه ساقة إياه قلب بلا إجدادة شن تاسوي قيب هرب حيسوق مقدمة لا إياه إياه ميمنة رنك بديك ركس عضاء ميسرة رنك بديك كس عضاء ساقة لمن لا إياه قدال كس عضاء رعد الرابعة وحي دقائق وهي نينك هبسمي سوها وديو عيدان كور علاب تكرد علي وحي كفك دي أروري يقاد طرن يقاد وي ساقا اللي داد قلب ودحضة وقرب كميديك إيه قرب كبديح إيو رقه ربحي إيو قوة دنب ودحي إسكو حرا وطل إسكو ميشو فريستاء شنطة واحد وي عيدان إذن أفر بغل مركيين ويوكل جبسو سديت مدح عاد كدكت أما عاد أما الليح كدكت أما عاد الضبا كدكت أما عشان كدكت عيدا والبو ودن كاتر عيدا حيوك بدنوي هو حسو فد قري سوكور إسكا قفلا وخير الجيوش عيدا أسوي إنه سقر بقتي سو حاو خير بدن 4000 أفر كرن أفر كرن إنها دي وحاو طبعاً نفو قيلة مالك ما تدقت وعيدا علوس أريق وقوة يا قيلة ما تدقها هي خير الجيوش 4000 أفر كرن وي عيدا وحا خير بدن وعيدا سيد لغو في لانكرو وعيدا ان اد ابدنين وعيدا ان يرين مل حدوي ولن يغلب 12000 لبي تبنكن لغما ادكادو من قله يران درتت سكر وا لوغ ادكان كرا لكن ان يريهن لوما جونجون سنكرو ولن يغلب لغما ادكادو 12000 لبي تبنكن او عيدا من قله يران اوجيت سكر وا لوغو لغة أتكان كرا رواية ابن حبان غير كيبا عدسي أحمد إذا صدقوا وصبروا بنبي قدري لبي طبنكن يران لغة ما أتكادو هدي داعدوهين وحا أي قبانا يعني يهلقن كي يدغال كي وذا حقا نعيقك سدانو يصبران إذا صدقوا وصبروا رواية ابن عساكر وحي قدرتي وخير الطلائع 40 رواية ذا رق إسراع أفر باقو خير بدن لقمرودي عيدان قادة آنا أفر بقول باقو واناكسن عيدان وين أفر كون باقو واناكسن لبي طبان كون وعيدانا لقما أتكادو لقما أتكادو يران درتيت إنن كلا إي آفك لقصوا بعد ما يعجبي غرور إنو كدعو تلا حماي كدعو ما مل حماي كدعو
ومسألة كلي هذه مملكة كوح ما دبسه هدي أضو بلبي طبعاً كنا أي عجبك وجلس ذي يوم حنين إلى كشيك يخطر وي معازي دروبا قال هذان إدنا وخطر لكن يران وحكلينا إدنا وجوني لكن يران لقمة أتكاد لبي طبعاً كن وخير الطلاع سهن للدرو سهن للدرو عيدك وسهمية وحاقو خير من أفرتن أفرتن رجع الدواء سهن علوسوي ردنا هذي وجلس يركو فريستان واسكك في ليه هذي الله عرش هذانا وابحسن كرار مركو هذي ربعين دون تان وانمان دومن كرا أفرتن ويريه حديث كمركو رواه داود والترمذي وقال حديث حسن حديث الآيات لسقوها يو يو أنا قصنا كوشر شجني ودنا وايد ضعيفيان وحير رجعان المهم حديثه هو مداره على الزهري حكود الورقة سنة الزهري عن عبيد الله من عبد الله من عن نيكلو رنجري عبيد الله من عبد الله من عبد المسعود عن عباس مرك يونس عقيل رجل مذا وي إرساليان عن الزهري عن رسول الله بيد هذا مراسيل الزهري هو من أضعف أضعف المراسيل سيد الله جور قبو نمنا وحيدا من حديثك هو مرفوع مسند وموصول له جرير بن حازم باكمد يلبو ذا ضعف كجر وكم تابعيه صدرت ودانا وحيد رجع حديثك انه مرسل لي هو ضعيف ان حديثك سيد هذا محقق هوست كل شيء يقول هاي وحديث معول وحان كف هاي كتاب واسوي لك وحوليه وراي علماء قبال انه حق بدن يعني لا غياب مرك انه مرسل يهي وحرج ابو داود في سننه وفي مراسيله وانه صوم الري كذلك وحرج ابو حاتم الرازي في علله وحكى له الرجع دار قدني في علله رجع دور كصدح هذا سداس الرجحان ترمذي هي حاكم ابن حبان وقبلهما ابن خزيمه ايو وذاتك الاورنج بن قطان الفاسي الضياء المقدسي في المختاره ابن تركماني ايو شغلباني في الصحيحة والجامع الصغير رقى وحي الرجحين حديثك أنه صحيح وموصولك مثل تقول الراجحي ترمذي إلى الرجحي وصلك كذلك الحاكم انتو إلى القرآن بشيغي أفرت وجه شيغي بولو حراجع وصلك وحاكوه الرئي لبضو ابن خزيمة ابن حبان بأصنا سيداس وكالي يلي ضياء المقدسي بهالكا مري من قطان الفاسي صنع إلى الكوكياني وونا هالكا سمري ومسألة ذو اجتهادية هذا حديثك هو مسند موصول وصحيح قبان سيد الترمذي رقى قرعي نمنا ومرسل ضعيف قبان باب آداب السفر والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك حول الشيخ وحباب آداب السفرك سفر كأدابت لقارب ضد مسافر تاي رقنك ونكسين لقاد دوني يوون نزول الدقيتان كهذين وفرين ومل دقينه أدابت لسكك بعيا والمبيت بري مال الله بري هاي يقاب كله بري يسيد الله دقي والنوم في السفر هدي الله سيحانه يو أدابت لقارب السفر هذا يسعد الله حدي واستحباب الصورة جورها إن لجوريون ما نك بس الله صعن وهبينك حتى لجورين نسكتن بين يسون تاي والرفق بالدوابي حولها إن لو دمريو أو هاد جايد كأذو ضطه أن لو دمريو ورابين توضي يعلفين توضي بقاد لوجود لقول هذا ومراعاة مصلحتها حولها لو تيجي جايد كإن لا إلى ليه ولا دوره ضنت هذا وأمر من قصر في حقها نك جابي حولها ضيعين إن لفره بالقيام بحق حق ذنو استوى حولها إسكي حق ذو مجاهدين ويه ورابيو عالفيو نقاليو وجواز الإرداف إنو بناية إرداف إن لا يسفنقلو يعني هل نيف إن لبرو عيوضا كوران أو يقايد ثدان وننه رابي فريسنة قدال وقايد ككمرو إذا كانت الدابة هداي تاي نيفكو أما قايد كاسمي تطيق ذلك أي أوذي كرت نيف أن لبرو عيوضا قايد ثن كريم باك انشرائي نيف حوق بدان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم هذا تقص على الشام في الخصب برواقي حلي برسم هذا ويتقاد لكم قطع داقسين ودلك ليه هاي فأعطوا سيئة الإبل جيل حظها ليفت من الأرض أي من النبات هذا حلي عن دراعهن سفرتان وحلي برواقا أما تقاد قطع لكم سفرتان جيل حقي سوء وقلاده جيل وارتن ورلعي
laanta laaci oo saaso yar oo weer istaaga waa in hoganka loo dheereeyo loo sidaayo aan usha lagu ban loo yarkaa imu laba goor intuu koosto ruugo oo madaxa kor u qaada asagaa madaxa kor u qaadi doonee walaha loo kaxeeyo laakiin yaa afka lagu dhufan oo aan la baabi'in وإذا سافرتم في الجدب حل أبار هذا سفرتانا فأسرعوا دقدقة أما دجي عليها السيرة صعد لك دقدقة وي أو كورد دافا كل بمشى أبارت هي جد عدد أو منها لا داف فأسرعوا عليها السيرة صعد كدوشي دجي بمعنى كحية وإلا وحي كل عطو هي مالي وحقق قوسة من مالها هذا هذا مركز ترتيب صعودنا وحاوا يدي با وقت بلان بارلومية ومشوا يكون رفاضيسة نفكون هبسومة ولا غيابة marka dhaafiya meesha abaarta oo meel daaqsin lala raadsado oo gooya way abaartaas wabaadiru degdega biha bilibili iyo geeli niqiha dhuuxeeda kula degdega inta dhuuxeedu tabar leeyahay xoolo mar dhuuxoodu dhammaado ama biyoobo tabartu waa dhammaanaysa ruuxu markuu weydoobo dhammaado wixii duxle iyo dufan oo dhan baa jirkiisa ka dhammaanay shayga u dambeeya dhammaadana waa dhuuxa dhuuxu hadduu dhammaadana ama uu biyoobana neefku ma socon karaba marka intaan neefku marka dhuuxiisu tabar leeyahay ku gudbo oo wadada durba gooyo oo meel wanaagsan la gaadho wey waidaa carastum hadaad furataan nistanba aad degtaan tacriisku waa nistanba habeenkii in la dego fajtanibuu ka dheerada aariiqa wadada bartankeed aad degina saynu u soconin safar u ahayn baanu aan furanno waagii baa soo dhow waa sagaal saac waa toban saac aynu degno bal inta salaada ka horeysa wadada nabigu ka dheerada bu wadada laga fogaado maxaa yeelay nabiga inuu sheegi doono fainaha wadada wadadu turuqu dawaabi waa xoolaha tubtoodii xoolaha iyo cidooda iyo dugaagaba libaxa ku aroora wadada dugaaga ku aroorahaya cidoodo dhan baa maraysa marka dad wadadii seexato halis baad ku jirtaa marka u yartay cidoodu ordaysaa ku derderi ama bahal baaba la kulmi halis ah wamawa lhawaami billeyl xamaaratada meeshay ku hoyatana u soo hoyato wey ma'wal hawaam jamcu haama waa xamaaratada maska iyo halaqa iyo waxaasi duurka maantao dhan ku jira iyo hawdka kuleylku ka soo baxayo meeshan bannaanka ah ee wadada ah ayuu istuuraa jafka habeenka hadaad socotin adaad mas iyo abeys ku istaagin baa laga yaaba laakiin nis dambe hadaad wado qaado abeys isseegi maysan iyo mas jiifa iyo bahal meesha ku ladhsanhayo ka soo cararay humriga kuleylka hawdka fajtanibu طariiqa wadada bartankeeda ka dheeraada fainaha turuqu dawaabi xayawaanka wadadiisi weye iyo tubtiisi wamawa lhawaami xamaaratada meesha usoo dheelmata way bileyl habeenka rawahu muslim tarjamada uu ku sheegay dheereeda uu sheekhu sheegay xadiidku badankeed uu ka hadlay oo uu wada keenay xayawaankii lagu gaadidka ahaa waxaa la kala qaaday xilli barwaaqe iyo xilli abaara markay barwaaqo tahay xoolahaasi in loo yar tartiibiyo lacdinta geedaha laacayaan loo yarkaadiyo xaqeeda la siiyo haddii xilli abaar tahayna la dhaqsado lagu buubo dusheeda oo wadada amnacda a la gooyo si dhaqsa loo gooyo haddii habeenkii la dego oo nis dambe la furtana meeshii la degi lahaa iyo qaabkii loo degi lahaa iyo wixii laga dheeraan lahaa intaba xadiidku waa sheegay macnaa qowli calayhi salaatu wasalaam uu yidhi uctu libila xadaha min alardi siiya uu yidhi ay urfuquu biha ama irfaquu biha u naxariis u dhimriya geeli fi sayri socdaalka litarca say u daaqdo darteed ama wax u goosato fii xaali sayre intay socoto wa qowlu niqyaha uu nabigu yidhina huwa bikasru nuuni wa iskaani lqaaf nuunka waa loo dhabayaa qaafkan waa la reebayaa wa bilyaai lmuhannaati aw almuhnaati iyo laba dhibcood hoos laga siiyey min taxtoos wa huwa almukhu waa dhuuxa macnaha waxaa weeye laga wadaa baadiruu calayha biha niqyaha naqabahaana qolyaha sheegoo saaba akhriye waxaa weeye isracuu degdega bihaan geela la degdega xataa tasiluu ilaa saad u gaadhaan ili tasiluu almaqsida meeshaad u jeedeenee dantiinu ahayd qabla an yadhaba intuusan dhammaanin tegin mukhaa dhuuxeedii min danki sayri socdaalka dhibkiisa dankigu waajaha degee dhibka mashaqada maxaa yeele socodka dheer iyo abaartaas iyo calaf la-aanta dhuuxi bay neefku isticmaalaya mar walbood baahaato raashiinna aadan helin wixii xaydha jirkaada ku jirtaas yaa shiilmayso marka ruuxu isticmaalaya watacriisuna waxa annusuulu fi lleyl annusuulu fi lleyl tacriisku waa sida waa habeenkii oo la dego bacdu ahli cilmi baa sidaa ale laakiin waxay leeyihiin habeen oo dhan maehe waa niska dambe oo la dego atacriisu fi aakhiri lleyl bacdu lugawiin baa sidaa yidhaahda barhkoodna waxay dhahaan waa
هبين كل ده من نسور كفر من نسدم بكفره. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر نبي وهدو سفر كتيره وفعرس أوفرت بليل هبين نمو اضجع على يمينه كعن سمدك بكسي حنشره. إذن نبي وهدو سفر وهبين نمو أوفرته بليل هبين كنسورة اللوجدات بليل مكنا تنكيركو وللتكثير نسورة اللوجدات إلا هبين بدون كود من ياي أو نسورة هدو نبي وفرته كعنت مدك بكوس عنجر بس في عم بوس عنجر أوي. وإذا عرس نبي وهدو فرته قبيل الصبح صلاة الصبح كهر وحير كهر نصب ذراعه رود كسوق تمن شري ووضع رأسه قعنت مدح السنة وحوساري جري على كفيه سعب كيسة انتو شغل كسا اقوط ميو يوقع انتي سنبر كنجر سيدا ايضا اقوط انت سيدي بالكي الواحة اي سمالي دقار كتب سيحان جري بركن ميال دي جري بركن سوما قران ري باي دوي ري بقول ويدي بال قيل جرو يرق ليها حرق وضع اي قرطان قلن يرو ايا اللي جادا ساسو كرو نقو قعنت كدق ايا قعنتي بقوط مين ايا ايضا سا اقوط انت يو نبغ هالكاس بركن ايا أشق ليس وحاط تقانم بيو يكتايون حكلامه. إذن أنت مركز ثاوسة حتى هرد بدون كل ما تذكرت. وليس كذا أشق كذا وحير بوين كره. دربوا أمواضيع أمواتوس أمواض حنونسن كديب صلاة كل عافية ميسو. لكن هذا سبع عن سوق الله بعيس. وتقع أنت سبع عن بركته. خوريس تكت. إن روحك لو كتوسيم هو يير. صلاة اسمها هيسا. رواه مسلم. إذن وحكو جرا قاب كهابين هدي الله فرطني صوري. iy nistambe lo kala seexan laha iyo dadaalka lagu bixin laha salaada subax in la dhowro isan ku dhaafin waxa kale ku jira haddii xilli dambe seexato oo magaalada joogto yaadan safar baahanin waa inaad salaada u dadaasho salaada u dadaasho alam iyo ruux ku toosiyo waxa ruux la balantay iyo taaqad oo fursad aadaanka salaada u maqasho dhagaha kugu dhufta iyo dadaal ba laga raba albaabaha soo xiro taaqadaha xiro telefoonka dami bustaha gal saxba salaada soo dhow هذا السود هذونا أترى ليس في النوم التفريط إنما التفريط في اليقظة هذا هو كنت لقى شيء هذا السود هو هلوه نصوح الحداي دلالة ماذا نصمين. رواه مسلم قال علماء وحيد علماء ما كحتك فسر أي إنما نصب ذراعه ردهم كسنة بحقوقة شيء لئلا يستغرق في النوم ونسو فرده كحل ديرا النبي وسن كتكين وفتفوت مركا أي دافتو صلاة الصبح صلاة الصبح عن وقت وقتي أي كتك أو عن أول وقتي أما وقتي ورانت أي 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 سي أي سي ريسو إذن ودال نبي وصاد ودد علي أو شاي روح مسافر كان سياسة على قربا مسافر بانا وحل بوان ضيع يا لما أقوله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة عليكم لازم أقاذوي وركو ورقبة بالدلجة قورة قورة دلجة وصعد كنسك ورنا ولا إذا هذا وصعد كنسك دمبنا ولا إذا هذا وهذا وكل صير في الليل صعدال والبوها بين كأحد دعاء أياد الجل لأن من بعورنا اللقمة توسكم عن دافين عليكم بالدلجة إذن أجاد وجورها ما لك بس هالصعونين هبين كنا جورية فإن الأرض دلكو تطوى بالليل هبين كوالا الطوبة رواه أبو داود بسناد حسن. الدلجة والسير في الليل وهبين الله الصعود أولا أو آخرا هران لغا صعود أمر نستنب لغا صعود نسك هران اللو بدن يدلجة إن ليل هذا نسك دنب والا دقا والا نستا نسك هران والا سؤورية هبين كبار روك الله الضوبة روايتك لحدك أولي يكوا شواهد بوحي تلمامي بن آدم كورن ميه مصافر كالله الضوبة فإن الله ملائكة تطوي الارض بالليل للمسافر روايه حساسه تمد ملائكه الله وحول روك الضبط ومسافر روك الضبط راه مسافر كابين كالسعوده انه روك سيدي روك لكن مسافر ولا الضوبية سعوده المالي وحسن كوكوين يقول يروح بين كوكوينيه ولا الضوبية مركب ولا الضوبية ايا ولدها قرقو حيليه حقيقه معها ودول الضوب ما يسيسون بمانك ربي أبو ري إيه هذا هل قاب ويه حيوان كي جيد كها وحب في عن أركي مهيو ما يلا كل حن مهيو أذوقو قرحي ملع كل من مشره وحب ذنكم مشقول المشره سعد
فيعن بطعونيسا قايد كاسعونيا وحا كافق مكاد أركتين مالي لجوغ ويردالي حقوة ذهب سومي قوة يرقحا ورور له نية ونية شبي هبينك حبا أركي ميس سأقول دولة يسو بغارك أضوم ميشو يسو عتاكتاقا مركا هو شاك هو كقرصون أي بركة كجرتا والبركة في المجهولات والمبهمات وينك زوم مري إذن ساسا اللوج جذبي وذددين وذلك الحديث باكو تيميد حقيقة وامعي والله الضوبية مصافك الله الضوبية والله يريني إلهنا وعودة إنه وحنا يري وحنا بديه وإنه زوم الرأي أضوان كتوبات كياني إدولك الله واسعي مر الله الضوبي مركو حق سطوري وكلا بدأ الرأي بواجران رأي قولنا يا حقيقة هم باللوق ضوية مصافرك يا ظاهرك أنه كسعون. وعن أبي ثعلبة الخشن رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا دتكو حي آيان هذي قوب دقانوا يكفرتان وأصحاب تبوجي ذاهدي صحابة النبي تفرقوا في الشعاب مركي ميل دقان أما قيد دقان أما مال دقان تفرقوا وحيكو كلا تقجرين في الشعاب قول لها جمع شعب قول لها سننك قشنا وارولك أدحي لبدا قو أدحي عيال إذا شعبك يوال أودية تقق قالها يمها قيدها كويا القرعة هوس كهر عالي وحاسرة تنشرين وين كلا فقان شرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحوله هوش صنبه قد بصدي صحابة أن استميل دقي إنك كلا فقان أي مثل كاتقا مثل كردع كلا فقان أي النبي قد بصدي وحمك يجري إن تفرقكم في هذه الشعاب هذا نوى إيه قدن تايما عفوا صحوي إن تفرقكم في هذه الشعاب كلا تقاكو كلا تكتين قول لهم يقول أودية وادياش تققن إنما ذلكم تفريق وحكي من الشيطان شيطان بدين كدر دعونا وعسى صلى الله عليه وسلم شيطان بدين كدر دعوه ذا أمري جماعه بركه جماعة ذا كجته وذا شركة حنا وحكي بقية هذي الله بجيس كده قانا ميت جيس كده قود حل عراد نوال شو جاي نك هذي أبي صيد ولا ما أقاني هذو ما صيد ولا ما أقاني هذي على ورشيفة أما كيام أزد ولا ما أقاني لكن مركز كمال شو جو والله سكور قباه مدة كلام عنا كلا كتشرو مركز سوي ما دان واسكبيل دقيهين واسباهي أغانيا نكا ما انتقى ذينين نكا حول حالة كليدتو نكا أردان نكا نركيس وكفل نكا بوقر دمادين مركز سيلا عايا سحرتا كوم بغا وضان قنيسا هل استويدو هل اسكاور قبوي لكن نوال بدو ميل اسكتاكو وحبان لا اسكاور وحبان لا اسكاور قان ماي فلم ينزلوا ميسا دقين سحاول بعد ذلك ما نكا ونبقوا سيدا يلي كدب منزلا قوب يجيد ميسن دقن إلا انضم بعضهم إلى بعض بركود بركود أصوات ضم يجروا وأرر يجروا يسكن مال أي إيمان جرين رواية حديثك قولها شغوة كتغي حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم إلى واقي الذنب اللي يجي هدي هل مرة لغف ذي وذا قايل لهي سوسو أرر يجرين هل قيد بوذاك جرين إلى هتين هدي لغف ذي شو أما قول لغف ذي شو كل ود بأي سوق وذا قايل لهي أما مرض أي وذا قايل لهي حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم انت لفظك زياده صلى الله عليه وسلم اخر كيس رواه داود باسناد حسن. وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن ابي الربيع بن عمرو الانصاري المعروف بابن الحنظلي اللي يقى ان صحابي قاس وهو صحابي سهل بن عمرو اما الربيع سهل بن الربيع من اهل بيعه الرضوان اصحاب الشجره بيعه الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين تلك كسوه دكتيبه كمدها هو قال صحابي وحول مر رسول الله رسول كلابا صومر مالي مالمها كمدا ببعير رتبو صومر صوبانو قد لحق او كودغي ظهر دبركيس ببطني بيركيس غاچا درتيد بوغي سولالمي رتي ادي ابو باهن وي معولو يكم قتو اي باهي يو نبي اركي. فقال النبي وحول اتقوا الله الهك عبسدا في هذه البهائم حولهن المعجمه ميرانكي وبعدي سنكر معجمكو ومن أعجم أمام العجمة والروح أو حب الشيء كريم روح مراد كيسية دنت ولي لبكي سأن شيء كريم باع عجمة الليل هذا ولذلك تذكر عربت عين عجم بالليل هذا مرك حوله مشاهدين ما يران بأن قد أنا وعم شيء كريم وأكتين اتقوا الله إلهي كبقى وإلهي كعب صدوا حق إذا اسكر دورة في هذه البهائم حولها كذا جمع بهيمة المعجمة أفقل حيلين هل كريم يعني وحد عدي سن كريم
نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فركبوها صالحة يدو ونفسن قادت سدى أو كرة أو قادت كدكتا والعالفسين ورابسين نفقيسين وكلوها تطقن ليسان وسكبان ليسان عنا صالحة يدو أيضو ديك له الرون نفقنتاد صاد هول أقوى دانو براه أقوى فريسان مركون نفط كبعض ولا فت قروح عن نقضه ونقول عنا يسعون ما يسوي قد ذلوا النفقة هدي هذه اللي بكرر بتانيه هدات قال يكرر بتان مرقة عليا رواه داود بإسناد صحيح. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه ما قال صحابي وحولي أردفني رسول الله رسول كلاه بإفنجليي ذات يوم من مال مالمها كم إذا خلفه وقداشيس قايدك أوصارا يونبي قد أبر كيسة دنب أيان ككوري وأسر إلي وحنبي وقر صديب لأنيك حديثا شيكوية قصة لا أحدث بها أن أشيغين أحدا من الناس أحد آدمها نيربوها هاد بوش على عبد الله بن جعفر نكو دعية ودور علي جعفر المطالب وي أحد من آدم أشيغ محايا لواسر الرسول إلا واسرت النبي محمد ومرك الشيغ ماي وكان وحور محل شايدك وكان أحب ما استتر به عم حل شايدك وأنت ورين صوم الروي إن يبنى أنت يقاديتك لبروح إلى سلوكري كران عبد الله بن جعفر النبي قاديت سلوكري أنت هذا مو أسكت تكمل هذا حديثكم وي وكان أحب ما استتر به رسول الله رسولك إلهي وحو أتش على أنه أسكو أستره مركو حاجك وذن أيه إنه أسكو أستره وضدك إنه هو ضعه كأقبضه لحاجة الدنتيسية درب يلت كيسة هدف تاكبو هذا العط جبي يبور أوكل هدف كوحي تاقني هذا العدل الليلة ده أو حائش النخل أما بير تمرة حائش النخل حائط النخل بستان النخل وعيسكم مت إنه بير تمرة كميقة النبي ورح قال إيه إنه تاق يبور ننك كالكمري يجبي يبور يعررت يعني لا بداس النبي قلت شعلا يعني حائط النخل بير تمرة رواه مسلم هكذا مختصرا مسلم حديثك سوى سيدا أقام بورشاوي وزاد في البرقاني أبو بكر البرقاني ومحدثنا كميدة وحقود داري مستخرج بولي على صحيح مسلم وكتاب لي هاي وحقود كردية وبإسناد مسلم سند كمسلم قد يسو حقود وري أسل حديث كان بعد قوله وردي نبي كدب وردي صحابي كدب حائش ونخل أويري فدخل نبي مالي مال ما كميدة ما دام أوتش على هدود دنقو دنا يئين وكرتك يئين أما قبي يبور لنك كلاو كمرو أما بير تمير دان غديه دان كلو كي استاغو او جعلا مالم النبي وحو غلي بو حائطن بير بو غلي لرجل من الانصار ان انصار اولها فاذا فيه جمل بير ترتبا بدحتاغن فاذا فيه في الحائط جمل رتبا دحجوغا فلما راى رسول الله رتيغي مركو نبيغا اركاي رتيغي با نبيغا اركاي جرجر واغوحي رتيغي واغوحي وذرفت عيناه إنديه سنة واشب مين لابد أن دون دواك إلمي يرتقي فأتاه النبي نبيه أويمت ببط النبي إنها كسييبة قوحي يرين بو بلابي إيئين ومركا إلمي يؤويو فأتاه النبي نبيه أوتو صلى الله عليه وسلم فمصح صراته نبي محمد باقع عن تكمبري كورس كيسة فمصح وقع عن مرشي صراته كورس كو نبي وقع عن تكمبري أي سنامه كورس كيسة إيو الذفراه تواديسة فسكن مركز الدغير تجي جوحي رانك نواداي اللي انتي المدن واتوتي دفرقو وماشى توادي قيلو يا اورتو اي كدي ذانو مركي قوقانا وحمدو اي كسي دايانا درقتي فقال وحولس بنوه من رب هذا الجمل رتقان يا اسكالي رتقاني يا اسكالي لمن هذا الجمل رتقان يالي فجاء فتم الانصار صحابي كشكي وحوري مركب ما إيمانه والد الرادي مكيل وحشة قال له واي ينبي يقول يدور رتيا نكس قال الرادي عبد الله بن جعفر يا صحابة قال رقاق قضي والله سوق وبي منك بالله كيني فجاء فتى من الأنصار بين الأنصار يضل يرى يميت فقال وحوري هذا لي يا رسول الله رسولك إله يو رتيا أنا قاشيكته أنا إسكالي قال نبي حرى أفلا تتقي الله ما وضع إلهي كعب سنة إنه الرب كبقين في هذا البهيمة ما يران كان نيف كان حولها التي بهيمناس ملكك الله إياها ربي أوكم ملكسيي هانت كاغا دقيقة عن تذو قليي نبي الله محاجرة فإنه يشكو إلي رتقوح إيشكتي أنك أدقو تجعون الباهي صف ونيفك باهي أدي الشي رتقى
وتدئبه شقا يهول نفتك قيس وتدئبه لباس قدرتي هول إيه شقا علوس نواد قليسا باهي هنا أدشو علف لأن وادكتي راو داود كرواية البرقاني نبي الله وان يلي نابو المركاو شمر نبون نقون ماين إذن إن حيوانك الود هذا له حق ذا الله إسكي إلى يرد الله وقع بصده أي حديث كتير كي هرنا وكتير يبا إن صوم الرئي قوله أولي سحابه ذفراه أولي هو بكسر ذا المعجمة ذا لبعض ربيع الله يلا آخرنا إياه وإسكان الفائفة نوال الرئيب إياه هو لفظ مفرد مؤنث ولفظ مفرد ومؤنث ذفرا بالورنا إياه قال أهل قحيدة الذفرة وحاوي ألف طانيت كتقانين بها كتشرتي الموضع الذي يعرق من البعير ذفره وما شرته وكدده خلف الأذن إليك تكدم بيسا ماشي إليك تكدم بيسا إرتق وكدده ماشي إنه تواد من دي جرم بانو مالي هل كاوي وقوله إسحابه النبي يقول تدعيبه هنا أي تدعيبه والدالسة شق نفتك يقول سوانو تساوي إذا قصوين بدن بهاوشة أورد حيوانات كنا بقول أشيكته يا كمدة مالي مال ما كمان النبي عليه الصلاة والسلام نين أنصارات بقولي مت النبي الله رتجي هبلها نقول آن لهين بيرتاس وقلي روح بن آدم أكبرنا ولا لا إياه روح بن آدم أكبرنا ولا لا إياه رتجو مركز شو يران تسيبي هول يبي يقدامين يبي يركو ورابين يكو جورد وحي أور قمن ترتبي نفتك أصوي يركو باللابين وويل مركا مركو وويل وهوش اي كو قبسن جيرن وحميل وايي يهبين وحو تشاي اني غورعان دا اسكا ويديسن ريركو تشاي يو مقلي وادي مركو بري وبودو مركا بير بو غلي غوخي وحو بلاوي ودب ديس ديب دحسدو بلاوا روحي سو مربا او كلا تورو و بهالوبي وحو غلا لا وايي وحو غان كو دايا يو حق مرا لا وايي خيل الظهر كلول او ريركي ريتيك اسكو رفاده يا نبي لو سو دعوود نبي يا وي تو سرتي وكا نبا لو كدلها ودوا نبا الله هبل بكلا طور نبا الله نبي قبطه ورك ليهدا نكو نبي انها باب كسي برتي وا فريستي دغل كو دلك دغاي هوغان نبي وكان هوغان بلو كاني قورتو غليي كدب كيه سو هوغامي قليل ها بو نرتي و ايش دعوده مخاد وخا نبا لو مخو كو شيغي اسوغو يرو قيرب اه ان هذا هول يرر كو بلودون بو شيغي ولكن أيضا نصين نفتنا كجوزين هذا مرق قوار نقضي وحوق سنترين إن أتقن إن أتجور عذاب نبي الله وأساسا حالا كتشن أيدين لبكو هالكاس وكبر لوضي نبي حور تجا فرها لقى قال تيسين كنت ما دم ويه هذا قو بريس أسك قتره لما جور عكرم مرد ما مرة ركرتا مرق رتجا دقاقي وركن الدجاجستي ونبي نقوله لي أجدو سك دقاقي نبي حوري نولا كنا العريض المشر أن أجين إن الرسول هاي ليس في السماء ولا في الأرض أحد إلا ويعرف أني رسول الله إلا عاص الجن والإنس إنس يجين كشياطين توض الدين ككفرين مويل نولا أن كور قمين الرسول هاي مشر مرقى قصوين بدون ربك أو شاس بهايم تمقراتك عين أسود دعوذين ضدك عنانتي أي حديثك أكمدي هاي مهمة وحوي وحول بوق عن هذا كتر إلهي كم كمية ضد الدنيا بحق هذا إسكي الله نوقع بالصو وعن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا وحنو أهنا ضان قوب دقنه لا نصبح كوان سني سنين بناي لا نصبح إلا نصلي لا نصلي النافلوي صلاة برق ما نتقنجرين سنة كلا ما نتقنجرين حتى نحل إلى أن نفر الرحال هيريد أن أورت كدقنو إلى أورت هيريد إيو أن قبل كدقنو أورت لسيد دايو ما أن سنة سنجر محايا إلي حق خاصي حق الغير بيك لا تاي إلهي نذا عابدو سنة ستوى هولا ديو كقوني كنوا حق بناء حق مخلوق وهي كالي وضيع عيس أورت الرد اللي تاقنوا عليك كسارين يا أي إن تروان سنة سنة إيه كادية حيوك جس بان كتورا هيا وخلق رياضة لقد ديكي وقال سيدين كدب أما جس كتورا أما لباطن كتوري أورت حيوان كان حقي سيسك إلالي رواب داود بإسناد على شرط مسلم وقوله لا نسبح أجر سحابه وحوجد أي لا نصلي النافلة سنة ما أن أنتم كنترين ومعناه حوي وشيدا لقد وضنا أن مع حرصنا
أنا وليب كده دالينا على الصلاة الصلاة كده دالي لا نقدمها صلاة ما ننكر مرنجنا على حط الرحال هريدا كده جنتي ده يا وراحة الدواب حيوان كان له راحة يلا نصيه يعني أنا وصلاة هذا جعل أن صلاة ضيع النجاة هين أيام نهريدا أورت كده يجرون أن حريسين جري مركان فوق في نكدم ما نسوني سين جري على جوده باب إعانة الرفيق وحب باب هاي نك كل الصعودية السفر كل جرة إن عاوزت كالميسو وأديكتو وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت باب كإن وح صاحبك كلية كل الصعودية السفر ك يجتك كلها يلون حريستو لا عاوي ولا جرجارو ولا جرب يستعجو أحاديث بلن باكوت يمد صهر مرتي ولبك حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحديث كل معروف صدقة وأشباههما يلبد أحاديث الله متك إيه سجود أوجه الله روح مسلم كا مر البعض عاوصد وحترت إلهي باك عاوني أجرنا كاسيني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى سداسين الصحابة ويسلا كل رقم أولى هاين نينك لورنجري أسلم مولى سيدنا عمر أها يا مالي وحاويري عبد الله باويري حول عبد الله بن عمر باويري حول أسلموا أمير المؤمنين وان أركا آد بكوج علياي مال والبهدو آذي إنا كان بكوج هذا هدو حج آذي هدو جهاد وبحاي هدو صفر كلا آذوا واذرع ذا آد سئل إلى عمر وأن آد أثر الدير وحير إنه كاقو وانسد إسكا إلى لي وحسكوا يديبوني مركض عمر إسلا صفرتان إسرع ذان بل إيه ورمحو سمية وأمير المؤمنين عردان صفرون ميقى آدنو أسقى النوء أدي قبور راشينك عمر نوكريا بيه الرامية مركان فرنة إن هردونا لا تكتو يهدس لا تقيم با قايدك انتو هرو ينتو سيابور قايدك برهري كايقي كيسي كينا لا سعودي نافع وحوال بنتو رو توسين يابور حيقود الرايد بوري هبين نقو بضان وطبان تانسا سيحان يبو سقالك ناف إيه كيسي انتو رري يو قبل نقو توسيم وحوه وطيح النوتري سوغنا لك افتماعي مركو عمر وحوه لأساقا او أذيك جري عدا الله صحوته سيدا سادون والله قرر بابو رجري ننقل لو رجري مركا عبد الله بن عمر داقن كأبيه او داقن كالرسول عليه الصلاة والسلام أيو قاتي مجاهد بن جبري ولا ويديو اللي يدي ورن حول عبد الله بن عمر ان الله صفرون وأذيقون أخذ ميان شعلان جري مال ما المها كمدو ما نصيبه يشنان حج الراع محاق الراعي يبوري مال ان كان كبحاني ماشي انه كحجنين الى ما كتقين كسو النقرين وي اديق هيبوري سلا اي اديقي كايدك اي قبن فول راشين كاري وحوال با مركا شيخ واسده حديث الراعي سيبوري هذا حق الصحبة وي انا كوك اديقي اديق لي مرضا بي امسو سلامي كرتي منسو الراعي كرتي انو عذابا هذا حروق الربيعين وخدمي وشيخ كفايدست يا سيد الله خدمي هذا عربة سيدة يلي سفيان الثوري أسيد قص وحوليها حكمة طريفة وليها وصفر وقال لي تتكات راعيس وحولي لها دات سعلالي سفر قليسو لبنين لما راعو لبنين لما راعو نيكا كوبات وحولي لي سيدة ضبنين أكتاد كرام كله كاشرف بضن الراعي ولي قابل صفر أو الراعي ومحاجر الإسمان ثوري وابل رعاد الكاس مصاحبة الصالحين ويه حنين آت كرامين يسود قدرين يسود حرمين يسود صفر أو الراعي أما كاقو بني ما بدن ولي قابل الراعي محاجر علي وحيري نينك كاقو بني ما بدن كاحول بمكا صفر أو الراعي حلوه بحية صفر كوكو بحية خرج كأدقو هداد كدر آت بحيصو ودلسي من طول لترطن طول لبرتن طول أضر بك وأقول لباتين إياه شن بقول ضربة سيئوذتي هل مالك بحيبة قدو مالك أنه وادبت مالك كحيقي بالريم حقاو رقاق نينك هاد يقبضن بلو كاكرا بان صفر هاو الراعي معايا هاداد اسكو دير ريسو ودسكو دينا لترطن طول ووحو بحي آد بحيسو إلا صفر هاو حيبا لو ذاقاي وحولي أضر بك وقل لباطيني وكم يردوك هيا وحولي قصوا هذه المهي أضو قامي سن بصفر كسو نغنيس هذه أدئيس قبل نمضو أصوين وحكاب بطصدو وكاق عن رونا أضو قلاتنا
استدل بك وكدلي سنبور من بخيلة أو مدقانة أو قعن أذك أو قطوعة أو حبحن أو حقور بكو أركايا حواسوك قشن سنة يوكو يسايا بصفر كسو الله واني سنبور مرك الله وقرب خسارة جوكتا إن لك سمور الدوغو أو أبو كان بيالي قان قباطون نقط إيوه inu xuquuq ku qursado ku yar daraabo awri hebel wax bixinta kuma fiicno raacida kuma wanaagsano wada cid marida waa laga wanaagsan yahay marka labada marnaba raacin labadna uu sheegay intaas ka ga tagay sidana ahmad ali ahmad hanbal hawsha uu sameen jiray ali ibn abdullah almadini abu alhasan sheikh albukhari ba somri oo maka u socdo haaje أحمد ببغداد قصوم مري أحمد محمد وحول عليو إن أنكون راع آدمان وشعران الله أن مكة كون راع لكن كمر راع عيو هلا شيء بان كبقية ما حد كبقية سا إن يدب سطاء ما أنو أنكون دب سطاء رجع الشعل وأهله ولا لا وفني كرد حيو وإسوسه يلو إسوسه يعني مناي هذا يندو كيد وضم مرة وحن كبقية إنا أذو أن كل بسوده أو عليس أن قدر من الله صعد كذا أما أذو عصلي سطول عليس قدر أنت جدك والسكوت داري موجت شيء كذا رماني أحاديث رماني لا أذو رحبة إسكور يوم مركز دمت كوب كشاد مركز دمت إسكور فير نيس والسكوت قر قدوه بهاي مركز هذا استعيل كان استعيل هاي أي نكون دين برساس وعلي كوب هاي مركز دردار سقوطنا يي يا إدي بوي دردار أحمدو مركزه وحكويري اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك ثلاثة يرتوسي ودردار هذا قيام بدن وحويري صحيح هذا الله كعبسي كرده والله كعبسي صحيح مد اللبات آخرنا هرت هذا صوتك بولي سفر متى سفر إلى آخرة كرده آخر هرت هذا إني تاجنتاي ودبرين نفبه وعودا كسو كعين كنت لقل سانا كو حسابتا رقم كذا هلا جاهله marka waxaan uga jeedamay maxallu shaahidku waxa weey salafku saxaabo tabiin atba'u tabiin dhaqankooda wuxuu ahaa di jid la galo ruuxa la socda way qadarin jireen way xurmeen jireen way u adeegi jireen qolihiinan furaashaha kala boobaya salafku ma isarahay ee dagaalamay ee haweenkii maxasti ii waayeladi oo meel la geeyaan lahayn ayuu meel ba qabsanay inta biyaha la haray ayuu lehel afku u dhiganay koobkii shaaha kala balqisanay boobay duqaydi maxasti haweenko baan هذا رب الصومالي اللي نانت دينا دوقات صفر لقى لأيوه حج أرعى مع عمره أرعى ودوقان وحييني العقب مع اللبحي ويان العقب لبحي هذا محب لا يدا كرده أيوه قبن ضدني ماذا أول العقب هذا إنا إسيسي أهي دوض إيوش قيسه والأجر إقراتت وحوضنا حول قوسه أيوه سيدات هاي أفريكان أيها قدام المجر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحول السحابي قاس بينما نحن في سفر حلا أن سعد الكجري إذ جاء رجل ننبا يمد على راحلة له قيد لها دشي سسارا نن قيد وتدشي سسارا أيا نبقى أيمد فجعل ننكي وحول قدق لي يصرف بصره أرق سؤن اللي حين أيه شمالا يمينا وشمالا بدي حميد يقولون في رنيه وإن دم برقلي ضد كان آدم يقانه وصعدته إن صحابة النبي وإسكار راعوا الربا حقوا في رشي حقوا في رشي يا ضد كان أقيم بدون صاحب كده قتاد ولا تضحكه إيشا فقال النبي النبي عقرت المرك وفي رد رأي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان معه ننكي وطا فض ظهر جايد ديرات فليعد هلا بتوها كل عليا به جايد ديرات كأها على ما الله ظهر له كان جايد الله ننكي قال وتي رتي وينو قايدة وتي قال إنك وائل كاسي هل سو قايدة عليو ومن كان له فضل زاد صايد رضا إنك وتي عزك كسوهار يزنا فليعود به صادي هكول الله أبطو على من لا زاد لمن كي صايد كقوضة يصايد عن وذنين أما أن سوق ذنين أما إيك قاسر تكرمات فذكر أنا بوحوش أجي من أصناف المال هنتظر النوعية ذي كل الدوني ما ذكر وحو شيغي من نبي كشيغي دهب نينك يلي كرا فده هيلي كرا راشين بور تمر نبي وافا فايحو نوال بوحدك توعط أذهي سهل قورو
حتى رأينا إلى أن وأرق نبي النبي وأنا ذم ما كان وانيي أنه لا حق إنه حق كل هاي اللي أحد أحد أسقنا نحط منا أنا كنا جمدا في فضل واحد إرادة ما لك النبي وحنا عنان تؤول نوانيي إلى أن آمن النبي ونن حق كل أو هاي سنكر إنه سنجرين وح صحيح كد إرادة جايز كد إرادة كب كد إرادة مراكز وهر إيسا وح كاب بدن ورال كاسيو هكاي الثانيني إلى أن آمن النبي وآذ نبي وشان نوعنات حتى رأينا إلى أن آمني أما أن أرقني أنه لا حق إنه سحق له حق أهان لأحد متك يحق أهان في فضل ومن أنا جنبه في فضل أي في زائد على ضروريات وكفاياته رواه مسلم. إذن إعانة الرفيق وياد روح أقول سعين العاوية ولا كالمية. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد وحودنا صحابي أن يغزو إنه دوره عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول كلي أراد وحودنا أن يغزو إنه دولام دولون نبي قدونا فقال وحود يا معشر الأنصار والمهاجرين يا معشر المهاجرين والأنصار أنصاري المهاجرين إن من إخوانكم ولا لهنا مسلمين وحاكم ذا قوما قليو ليس لهم مال هنتي أن لهي ولا عشيرة حقالنا أن لهي ومهاجرين أما ضل دير كيمت فليضم مركمر ميلان عشيرة كوتشوين أب مالا كوتشوين هاد وحاوي مسلمين بعد مدن طاي مسلمين بعد مدن طاي نبي الله لوط مركي لوط دير يقوم وسنكر لنا وكيك على علي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رغم شديد معايا لإبراهيم يلوط بأصل كود عراق بكسو تشيدين عراق بإبراهيم يلوط بكتاجين شام مركي التاجين بإبراهيم نقوم لوط دري نبي الله لوطنا قولي الرئيس سدوم ملا دير جورا شام لوط دري أو إسكو قيوسنا إسكو قبيل الله وحق لأوسا إني ابن آدس ليين موي أهل كيسي عشري سعيد عراق بكسو تاجين هجروا كوي من الشام قولي أوثم مركا شغل بكولا هاينا وحريد ولا شو سكاد حينين بالي الرسول باو طاية دين دقارسي وكي كوحد قد بلا دي مركو مركا ليه أو أو ده رقن شديد دين ساسو اوتشي ده ما ها أصو نحشوك التلكي تلكي باللانقاب هاوشو ما واخلط إميل وحوشوك وغريب بكوي هاي با شام بالو دري أصو عراقي وعراق التقي ولا عشيرة عشيرنا آن لهين حقاله فليضم هضموها سودة ويحدكم متكين إليه حقي سأرج واللبن هقاضو وحايدا كميدون يدحشوغا مسلمين آن هنتنا لهين حقالي يطل أتشوغين إذيكا أطل مسلمين مرضي سيدات هاي متكي وحيلك اللبن هسوقاضو أو الثلاثة أما صدح هسوقاضو فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم حور صحابي فما لأحدنا من ظهر بوري مذكا يومها بوح جديد يحمله مركا حمبارو وجادي سدو إلا عقبة كالمويين وكعقبة أحدهم متكوت كالكود كالكيزيا يعني جاي ارتجع ودني بانكو مرقي سنين إلى هالكيلومتر أو شن كيلومتر نباز جاي كده وكسود دقي أتركو كلا كوري نيل بكو جاري وك ارتجع بالو كلا يتمية ولا مرقي سنية أما ولا توقنا ولا إذا ذاي يعني وحوج هذا أحدهم متكوت أحدهم عفوا كعقبة أحدهم قال السحابي وحور جابرها هذا النبي سيدان نيري فضممت إلي اثنين لو أنهم بسوق هذا قال الآن حولنا أن هاي سنة قادنا أودنين قال أنه ارتقى إلى قادة سيدان ما اللي أنا جابر إماءهني إلا كعقبة إلا عقبة كالمويني وكعقبة أحدهم متكوت كالكيساء من جمل ارتقى يا صغا هاي نوان واتي ارتقى يبان لبو ذا لان وذاقنو صدح نيم ويمرك صدح نيم بارتي وذاك هاي عقبت يقضى حي يجيت ك نيم با إن مدة قال ثر هذا نين كلا كوري هذا نين كلا كوري ساس يقو مرجي سر أمو قط وجي سامو كلا يتميه راو داود إذن وشيء دراء ذا وين هو ذاك قال وحوي قال اسمع ديال لي هذا وحيرك أنكلاركو إلى بقى قدم بعد فتوحات أفرج وعنه عن جابر قال حول صحابك كان رسول الله رسولك لا يوحوها يتخلف كي دمره في المسير الصعدالك أما في مسير وضده قد قيده فيزجي وحسوها ودن شري حسوها ودن شري
سو كحين جري الضعيف مثل تاكتا دارن إنك هبسومي أما دالي رجع نون الله لي حوج بدن أيه نسكت قانو شاكستانو أيه ربحيين بالغي يا با إنك جايد كسجاب سا أما سو نسكت تبري روحها رهيا إنك مسؤول كادو ديب سومر وضد كسود حسعود وش كي حوج فهم ضد كجليسة ولا يرسعون هيا ولا يزر تهبيب هيا نبي محمد طقن كاسوله هو ساقط ضنبك وجري جري كذا رسول الله يتخلف في المسير السعدال كي يسافر النبي قد مر جرو قال بمر جري فيسجي وحسوك عين جري أما هودن جرو سو شكين جري أضعيف منك تقدر درن ويردف وانا فنجلين جرو جايد كيسودي جرو سوك ردو دقائق واي ويدعو له ودع عين جري ولبا كي دقائق واي ودع ونجا سومر جابر تجيسي جابر وحوار النبي عيدا ككهري وسافر ككهري ورتي جوجو امتحان على وصل لذي نبي قال سوق جاره وقدم بي جابر وازده نبي لو رتوا كل رفاض ثنا نبي قال أشوف من توقع هذا كله في طلبة جور يكد عي بسم الله يري رتي هو اسكبه ذي واحد جاره الله واي حرق جويس أورتو رم نافي بركة يدعى نبي محبة هلا شيء رتي قال في عنا بمرفوع أركي يجابر إنه عاوي ودمع واسق يجابر ورتي قال إيه فتيك دقائق لا يا كنا في مرجع أنت تكبحي أولى ما كان النبي بركة إله كوب بركة يجي النبي يقول إيه النبي قال إيه يقول النبي الله وأن كايبي لكن بشر وين المدينة كتقو مكان المدينة كتقو أيام كو كيانية العقبة لوجه شيء مدينة كتقي ما لك دمور تيجا صوب وضو كير النبي النبي الله تيجا واق العقبة تيجي سي العقبة بالله تري مكو إسلام بتشيري يا الله يا رجابرو كالبال ارتيادك حيسو لعقت روا كو عفسوي شلي ممكن كلو غرغرتم هاي وواحد موديسي ان رتيكا بخسن هايو رتيكا مربين اي سي غوبرنيما انا واخ كو سيان ربي غادود بد غورستاي تور بدن مليهيد سغال غبدود يدو اسلام با كو جوقتا اغون بر ابا كاغا تغي رتيكا رقادو لعقتنا بركيس قاب كاسو نبي يو وحلن جيري و خوددنا انو سقيحان وحما كو سيا غلط وي والله حن وحمك سيا مع زعن هون هو يخلدنتا بخشتك سوري ذا والله سبحانه رواه ابو داود بن زياد الحسن والله سبحانه وتعالى اعلم.